تحت الوصاية مسلسل مهم علشان تبقى عارف، لأنه بيناقش قضية حقيقية وواقعية وملموسة، هي فكرة التركة التي يتركها الأب. هي تحت وصاية مين؟ تحت وصاية الأم ولا تحت وصاية الأعمام؟ يعني ما هو دي برضو حاجة مهمة جدا، فكرة الولاية على أموال الأيتام، وده جدل كبير، وأنا أظن أن هذا الجدل كمان وصل إلى ما هو تحت قبة البرلمان وفي إيد النواب المصريين يتناقشون فيه ويتباحثون فيه، ولعله هيبقى فيه تحريك ما لبعض المواد أو تعديلها في القانون المصري. بس بالعودة مرة تانية للمسلسل، هتجد أنه في فنان، أنا ما أقدرش أقول لك مفاجأة بصراحة. ليه؟ لأنه هو فاجئنا بقى من كذا سنة خلاص، يعني احنا أصبحنا مش متفاجئين دلوقتي. فنان يبدأ كمطرب ومغني وعمل ألبان بأغاني كانت على غير المتعارف عليه، لكن يتألق بشدة كممثل، وبيقوم بالشخصيات وبالأدوار بتاعته بمنتهى العمق بالمناسبة يعني، ويقنعك إقناع غير طبيعي. تقعد بقى تسأل مثلا المحيطين بيه وأصدقائه، يقول لك شخص طيب إلى أبعد الحدود في الحياة العادية جدا، بس هو بيتألق في الشر مش عارف إزاي. دياب يا جماعة مذهل، مذهل في تجسيده لأدوار اللي بيقوم بيها، وبالذات أدوار الشر. خلي بالك إن أدوار الشر دي أنا أظنها من الأدوار شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة، يعني الشرير والكوميديان دول أكتر اتنين لازم يكونوا عندهم طاقة فنية مذهلة. دياب بيمثل حلو حلاوة، نظرات عينه، اختلاجات ملامحه وعضلات وشه، نبرة صوته، الشخصية. احنا دياب معنا على التليفون صح ولا ايه؟ معانا يا دياب، ازيك وكل سنه وانت طيب ورمضان يعني كريم. انا قاعد مش مصدق ان الكلام الحلو اللي بيتقال ده بيتقال عليا انا. يا عم ما تقولش كده بس يا يوسف، بجد يا اخي ما تقولش الكلام ده خالص خالص خالص، والله العظيم ده لا، انت تستاهل اكتر. وبالمناسبه انا كل يوم بيزيد قناعتي بانه مصر دي مش ولاده فنانين، مصر منجم الماظ للفن. طبعا والله العظيم. طبعا 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 اكيد، يعني بغض النظر عني انا يعني بس لا، ده مصر جميله قوي قوي قوي، وكبيره قوي قوي، ومليانه مواهب يعني قدنا يعني مئات المرات. مش قصه مئات المرات يا دياب، هي القصه ان هو فعلا مصر حلوه بكل الناس طبعا اللي فيها وبيها الفنانين بتوعها، وانت من اهم بالمناسبه الفنانين اللي موجودين، ودي مش مجاملات يعني، ده كلام حقيقي وجد. والله العظيم بجد الكلام ده كتير عليا قوي. والله ربنا ابدا يخليك ويحفظك، ربنا والله يحفظك. ابدا. انا نفسي طول عمري اسالك يا دياب، اقول لك انت ليه ما بداتش من البدايه تمثيل؟ هقول لك، قول لي. انا اساسا موضوع التمثيل ده ما كانش في دماغي تماما. ها. يعني كان اخري، كان كل تفكيري لما بيجي في التمثيل اللي هو ايه، اعمل فيلم هزارايا كده بعد ما اتشهر كمطرب. ها. يعني ده لما ابتديت اللي هو افكر في الشهره بعد ما اتعرفت على الاستاذ نصر محروس. أوكي. وخدت اللي هو ايه يعني بدايه طريق الشهره بقى، وهبتدي يعدني كنجم يعني. فكان موضوع التمثيل يعني في دماغي اللي هو هعمل فيلم هزار كده في اغنيتين ثلاثه عشان يعني ايه يعززوا تواجدي كمطرب اصلا مش كممثل. ماشي. لا، وكان ناس كتير حواليا تقعد تقول لي يا ابني انت هتبقى ممثل يعني شاطر وهتبقى جامد وحاجات، منهم مثلا رحمه الله عليه استاذ محمود عبد العزيز، ربنا يرحمه ويكون له سامحه يا رب. يرحمه يا رب. كان عايزني اشتغل معاه في مسلسل باب الخلق، واعتذرت يعني خفت امثل اصلا. يعني كنت شايف ان انا ما عنديش جاهزيه ان انا امثل، ومش حاسس ان انا اصلا موهوب، ويعني اللي هو لا، طب ما حرام الفرصه دي ياخدها حد احسن مني يعني. فضلت كده لغايه سنه 2014، صديقي المخرج اكرم فريد اداني سكريبت وقال لي يعني اقراه وقول لي رايك فيه. فقلت له مسلسل حلو جدا وبتاع، قال لي الدور الفلاني ده انا عايزك تعمله. قلت له يا راجل ده عايز ممثل جامد وصعب جدا الدور ده، لان دور فيلن وانا راجل بغني شعبي غمازات والعو ويعني حاجات في اللطافه كده. ففجاه حسيت بشغف وتوكلت على الله، عملت الدور ونجح، كان في سحاره الجنوب جدا. وبعد كده بقى خلاص حسيت بمتعه يعني متعه لقاء الكاميرا في اللوكيشن، ومتعه ان انا اعيش حد غيري، يعني اعيش كاركتر حد غيري خالص بتفاصيله بلغه جسده بافكاره بعينيه، لقيتها متعه. فتوكلت على الله وكملت، والحمد لله رب العالمين
الناس قبلنا زي ما احنا، والحمد لله ربنا يكملها بالستر يعني. لا الناس قبلنا ايه ده، الناس بتحبك بجد مش هزار يعني. انا ما شفت حد الا ودايما يشكر فيك بصراحه. وبعدين الحمد لله ربنا يديمها نعمه يا رب. طبعا يعني انا عجزت بقدر ان انا اكيد ما بربطش ما بين الشخصيه اللي مثلا بيمثلها دياب وما بين حياته الحقيقيه يعني. لكن دايما كان لافت للنظر ليا ان انا مثلا لما بتيجي السيره ومش عارف يقول لك ايه ده دياب، ده انت لو قابلته هتلاقي شخص طيب. اقول لهم يا جماعه عادي يعني، محمود المليجي رحمه الله عليه كان من اطيب خلق الله، وعلى الشاشه شرير شرير. او استاذ عادل ادهم كمان طبعا كنت بسمع ان هو يعني طيب طيبه رهيبه. بتقدر ازاي، ما هي بقى هي المساله بقى اللافته دي دايما للنظر واللي بتخلي الواحد يقعد يفكر. أيوه. الفنان اللي بيقوم بدور الشرير ده بيجيب قوه الشر دي منين اللي بيقدر يجسدها على الشاشه وهو بطبيعته شخص عادي يعني، طيب وعادي وبيغضب وبيضحك وبيسامح وما بيحبش احيانا الى اخره، بس طاقه الشر اللي بتطلع لدى الفنان اللي بيجسد دور الشرير بتجيبها انت منين يا دياب؟ بص انا بحس، ما اعرفش الكلام اللي انا هقوله ده اكاديمي ولا لا، لان انا مش اكاديمي، لان انا بشتغل الشغلانه باحساسي وبحاول اذاكر يعني بشكل بدائي شويه. أوكي. بعد يعني يمكن البدائي ده التقي مع الاكاديمي في حاجات، بس انا بشتغلها زي ما احسها. ماشي. انا بحس ان انا في المقام الاول لازم اصدق ان انا الشخص ده واصدق دوافعه. لو صدقته وصدقت دوافعه هبقى هو يعني الحاجه اللي نفعاني واللي بتوصل الاحساس ده للناس، ان انا بجد بصدق اللي انا بعمله، يعني بصدق الشخص ده، بصدق دوافعه. يعني مثلا شخص زي صالح اللي هو في مسلسل تحت الوصايا، انا صالح ده اصلا انا مش يعني الناس كلها شايفاه شرير وواكل مال اليتامى والحاجات، انا مش شايفه كده خالص. لان هو عنده دوافع اللي هو بيعمله ده. اول حاجه احنا موضوع مال اليتامى ده هو اتهام بتقوله حنان اللي هي بتقوم بشخصيتها الفنانه العظيمه ربنا يعني يبارك لنا فيها يا رب الاستاذه منى زكي. فهي شايفه ان هو بيسرقهم، لكن هو يعني هو فعلا ما بيسرقهمش، هو بس هو مش شاطر في الشغلانه دي ومش جامد زي اخوه الله يرحمه، فما بيدخلش نفس المبالغ اللي كان بيدخلها اخوه، فهي ظنه فيه ان هو بيسرق، لكن هو ما بيسرقش. ده في المقام الاول. في المقام الثاني ده واحد صاحي من النوم لقى حلم حياته اتسرق، المركب اللي هو بيشتغل عليها اللي هي بتاعت اخوه اللي الوصايه بتاعتها بتقول الى ابوه، لقى المركب اتسرق من مرات اخوه. وانت عارف الناس الشعبيين دول فكره ان انا احس ان ست تجبرت عليا وسرقت حقي دي بتبقى يعني حاجه يعني اللي هو بتبقى مؤلمه الى ابعد الحدود، اللي هو ما ينفعش اصلا يواجه بيها المجتمع ويواجه بيها الناس، اللي هو انت في ست يعني ضحكت عليك. فهو عنده دوافع لكل حاجه بيعملها، حتى لما راح شهد زور في القسم لما قابل خطيبته وقال لها انا شهدت. أيوه. انا اضطريت اشهد زور وساعتها مش عارف انام. فهو مش شخص شرير اللي هو مصاص الدماء اللي بنشوفه في الدراما بشكل، لا هو هي شخصيه رماديه يعني. صح. لا ابيض ولا اسود، هو بني ادم عادي جواه هو الخير والشر بيتصارعوا، بس ساعات الشر بيغلب الخير عشان ضعفه، هو مش قادر يجيب المركب بشكل مشروع او كده، فبيحاول يعمل اي حاجه اللي هو يعني مش شايف الحرب خدعه زي ما بيقولوا يعني. أيوه. فهو مش شايف طريقه تانية، هو بيهبش عشان حبيبه عمره هتروح منه، رزقه راح منه ومش عارف هيعمل ايه، وشكله قدام ابوه وامه مش كويس عشان هو ما قدرش يحافظ على مال الاولاد اللي هم القصر. والست خدت المركب ومشي، فالدراما هنا حملت قوي، فانا مصدق دوافع صالح وبتصرف من خلاله، فده يخلي الناس تصدق. انا في رايي انت حطيت ايدك على المفتاح السليم او مسكت المفتاح الصح، اللي انت قلته ده 100% انا في رايي مظبوط، انك بتصدق دوافع الشخصيه. عشان كده احنا مقتنعين باللي انت بتقدمه، يعني بنبقى خلاص احنا مصدقين الشخصيه كده. بالظبط. في اوجه تانية للشر بيبقى مثلا ايه، بيبقى شخص مثلا مريض نفسي. دوافعه بتبقى ليها تاريخ، اللي هو كان وهو صغير حصل له ايه، كان عنده جوز ام بقى بيعذبه، كان امه بتعامله وحش، كان اصحابه بيتنمروا عليه. لازم ابقى مصدق الدوافع دي وانا شغال عشان تطلع في عينيا. طبعا هي اللي انا بقوله ده نظريا كده سهل، بس هو ان انت تشحن نفسك بيه بيبقى محتاج كمان البيئه المحيطه في الشغل، المخرج والناس اللي حواليك، وطبعا على راسهم المخرج ان هو بيشحنك طول الوقت وبيديك مفاتيح للكاركتر اللي انت بتعمله. وده استاذ محمد شاكر الخضير بيعمله ببراعه شديده وباحتراف شديد طول الوقت، معاه لوحه مفاتيح بيسلمك منها مفتاح كل شوط بصراحه عشان يشحنك باحاسيس الشخصيه.
بصراحة المسلسل فعلا مهم، وبصراحة انت قايم بحتة الدور، يعني عارف انت زي ما كانوا زمان يقولوا الست ام كلثوم 10 على 10 على 10، اهو دياب 10 على 10 على 10 على 10. بصراحة ربنا يخليك يا باشا بجد، والله انت اسعدتني والله لا العظيم يا اخي بجد. ربنا يخليك يا رب، ده انا اللي مبسوط ان انا سمعت صوتك، ومبسوط ان احنا بنتكلم، وهتبسط لما اشوفك قريب باذن الله. بامر الله ما بامر بين الله. الكلام وما بين الغنى والمناقشه والدردشه والفضفضه وكله. ده لازم يحصل بامر الله. تنورنا ان شاء الله. تنورنا. ربنا الف يخليك الف شكر ليك، وموفق دايما، والف مبروك على النجاح، ومن نجاح الى نجاح افضل واكبر باذن الله دايما. كل الشكر ليك الفنان المتألق الحقيقة دياب، وكنا في مناقشة يمكن سريعة على دوره في مسلسله تحت الوصاية.